رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابس. بخير ونهار زين سي محمد. وعليكم السلام. صباح الخير اخو زيد. محمد بوانا مش محمد علي. محمد بواني قلنا. اي بوانا مرحبا بك. بوانا سيدي. سي محمد. السؤال ظهر لي قرار باش تعملوا اضراب مفتوح كاصحاب مخابز، ماهوش قرار سهل وانكم خذيتوا وقتكم برشا حتى اعلنتوا هذا الاضراب. احنا خذينا وقتنا اليوم 7 ايام صار من اللي علمنا على الاضراب، وهو هذا اضراب قديم ولا جديد على خاطر عملنا احنا اضراب نهار 19 اكتوبر وقالوا لنا تاعكم تاعكم كان معطونا معطونا حتى شيء ما كان موش خلاص. حتى علمناهم على الاضراب مع الناس حتى البارح كلمونا قلنا حبوا تاخذوا شهرين تاخذوا شهرين ونحن نحبوا 14 شهر. قالوا الخباز قالت احنا ما ناخذ كان 14 شهر نتاعنا كاملين ونحضركم كلكم واحده واحده. سي محمد سي محمد ما تزربش في الحديث باش نجم نفهمك، ذا اللي يتكلم من الكهرباء انت دوك. واحده واحده دوك ما اتصلوش بيكم الى غايه البارح، اتصلوا بيكم شكون؟ وزاره الماليه؟ لا لا، وزاره التجاره. وزاره التجاره اقترحت عليكم خلاص شهرين قاطع طوى برو ارجو رقم دول سبكم الشهرين اخذوا بهم طوى سبكم وقت يقولوا لكم سبكم احبنا شرخ بس ناخذوهم احنا ساعه برو شهرين وما فهم ما فهم شيء. ولي هذا هو الخبازه قال لك لا يا اخوي نحب فلوسنا كاملين خاطر احنا سنين سنين. ولي لا خايفين لا الخبازه ما معناتها ما تعرف كانوا ياخذوهم مش توا باش يجي راس العام وراس العام يقول حط صبر ميزانيه تقول لي 260 تقول لي 280 كل شهر 20 مليار. داكوغ معناها غدوه سي محمد تونس بلا خبز؟ هذا تونس بلا خبز بلا خبز بالكل معناها ما مش باش تخدموا مش باش تخدموا الجمله. بي دونك وزاره التجاره اللي تعهدت وانا باش تدفع لكم شهرين وارجعوا اخدموا، لو كان يتم صرف هالشهرين هذوما اليوم مسبقا ترجعوا تخدموا غدوه؟ لا 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 كلهم قال لك الخبازه قال لك احنا شهرين مره اخرى وقفنا وقفه احتجاجيه ووقفنا الخدمه وقالوا لنا نعطيكم شهرين وتو نرجع لكم تعطيكم البقيه. اعطونا شهرين وضربوا لنا حالين ما عرفوش يديروا بينا خلاص. اليوم كيما عملنا ذهب وعملوا عفونا باش نضربوا قلنا نعطيكم شهرين معناتها ولينا ولا نلعبوا احنا مع بعضنا. هذا فلوس نصنا فلوس فلوس دوله مش فلوس نحن احنا نشرب بيه الفرينه. ها قلنا لهم اعطونا الفرينه بلاش خلينا ما حبوش هم يبيعوا الفرينه يبيعوا لنا بالفرينه ياخذوا فلوس على حاضر واحنا نعطيو نشروا فلوس على حاضر من عندهم وهم يقولوا حبوا منا. احنا راهو خبازه معاك عندكم فلوس تصنعوا خبز راهو يديكم يفهم يفهم راهو كيما باب العائله ما عندوش شهريه راهو يقف مع شافي شيء ماناش معامل احنا عندنا احنا راس مالنا اقل منكم ما عنده حتى راس مال راس مالنا 14 فينا. اليوم شنو الحلول شنو الحلول المقترحة سي محمد بوعنين؟ ما احنا الحلول مقترحة بس لنا مكتوب وقلنا لهم يعيش طالبين منكم فلوسنا كاملة اعطونا فلوسنا كاملة هم لا جاو شوف لا حلوا معنا ما تقولش من اليوم من غدا حتى كان مش حلوا توما ايش نخرجوا احنا توا لانه خاطر سري الخباز ركب في الكرهبة وجاي من كامل الجمهورية باش يعني ياخذ باش يقفل وقدام قبل ما نروحوا اليوم هم كان عندهم فلوس بالمجد وحب يخلصونا راهم حلوا المشكلة سهلة. اما هم ما مش انا خلاص شو ما تعطيني شهرين قالوا نعطيك شهرين وما ناخذون كعبة شهرين زاد مش هذا اليوم ومش هكاك وفلوس ما شهرين مش عاودوا شهرين اخرين كالعاده انا خباز هذاك عطيني في شاتي كاملين اخوي انا غدا انتخابات وغدا تبدل رئاسة اخرى في دولة اخرى شنو انا نقول لك شو نقول لك خلي فلوسك هكا وانا نخبر واحد اليوم يعني ما فماش امكانيه انه تتوصلوا على حل انه عمليه الخلاص تتم على دي ترانش وانه على اجزاء الكلنا نعرفوا يعني البلاد تمر بازمه اقتصاديه كبيره برشا زايده. ما جاوناش وما كلموناش وما خلوش معنا حتى ولا واحد في النهايه. قلت لك مجرد تليفون سكرتيره قالت لي راهو هكا قالوا باش يسيبوكم شهرين معناتها يقول قايل انا مستعدين نقدر اللي كان يجوا ولا اليوم يجوا يعيطوا ال 24 ولايه تقول له حيتهم 24 كل واحد عندها من راسه وافقوا انا راني شخص من الاشخاص يعني من ال 24 ولايه انا شخص انا مثل ما عندي شيء ماذا بيا ما نقرفش انا ساعدني باش نقرف انا اموري كل تقف انا معناها اليوم
المطلوب ساعة وأنه اجتماع رسمي مع الوزارة وأنه تدارسوا إمكانية الحلول مع بعضكم بصفة رسمية وواضحة. رسمية يلزمنا حاجة رسمية، يعطونا فيزاتنا، يعطونا 50%، يعطونا كتابية، يعطونا حاجات حاجات يقتنعوا بها الخبازة مش احنا هكاك. معناها اليوم إذا كان يعطيوكم يصرفوا لكم 50% وانجاجمون التزام ببقية المبالغ ترجعوا تاخذوا. برافو واضح وصلت. هكا 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 قصيت يمين الحبل لك. سي هكا يعطوني 50% تو شيء على ما كان يصبوا لي يبعثوا لي الفاكس يقول لي بعثنا لكم 50% من المصاريف تو يتلقى به واضح. سينو باش تدخلوا في اعتصام في مقر منظمة الأعراف؟ لا سي هو تو سي راهو تو بناتنا تو احنا عندنا ساعة من العباد باللي من طول زم واحد وقفوا الخدمة يروحوا يقولوا برا روحوا ما عادش يجوا هذو. واضح واضح. شكرا لك سي محمد بوعنين. دونك يأكد على الإضراب المفتوح قداش يقعد تو كي تقولي مفتوح معناها نهار نهارين ثلاثة احنا إذا كان ما عندناش يخدموا سلعة احنا إذا كان يخدموا شي يقعدوا بالخبز خلي يفحص هو ما تنيش ما تكلموش. أنا ينجم يتواصل أكثر من يوم. ينجم يتواصل 16 ينجم مرة أخرى قد ينجم يقعد ست نهار أربعة وخميس وجمعة وسبت وهذا هو ما يخدمش يقعد معاه بوش كذا. ربي الحي ربي الحي تبعثوا الصحفيين تاعكم وتسألوا الخبازة نطلب منكم أنا باب مفتوح خبازة كل تقوم غادي واش عملهم خلاص يسمعوا مني. واضح موجودين في في منظمة الأعراف ها؟ نعم معتصمين في منظمة الأعراف؟ موجودين. واضح شكرا لك سي محمد بوعنين. دونك سي محمد بوعنين يأكد لنا وأنه الإضراب المفتوح تم تأكيده بداية من الغد ينجم يقعد نهار نهارين ثلاثة. يأكد زيدا وأنه بصفة رسمية ما تمش الحديث معهم ولا النقاش معهم ولا الاتصال بهم ولا الاجتماع بهم من أجل حل هذا الإشكال. يأكد وأنه فقط سكرتيرة من وزارة التجارة كلمته هو يعني قالت له تو نعطيكم شهرين ارجعوا اخدموا تو نعطيكم شهرين ما غير حتى انجاجمون هذايا دونك ما عادش ينجموا يصدقوا اليوم المطالب نتاع الغرفة وانه دفع 50% بصفة حالية آنية من المبالغ المستحقات المالية لقيمتها 260 مليار وانجاجمون على بقية الخلاص في الفترة القادمة. هذا آخر كلام قالوا سي محمد بوعنين في وقته.